نشرة الثامنة للأخبار ونبدأها بالعناوين. مع توصل عملية التصويت في الخارج، التونسيون في الداخل يتوجهون غدا إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد. القوات الأمنية والعسكرية تنقل المواد الانتخابية، والهيئة تؤكد استكمال جميع الاستعدادات لتأمين الاستحقاق الانتخابي. تونس تدعو إلى الوقف الفوري للتدخل العسكري التركي في سوريا، وجامعة الدول العربية تؤكد أن العملية غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. دخلت تونس فترة الصمت الانتخابي بحلول منتصف ليلة البارحة بالنسبة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الثانية، إذن بانتهاء الحملة الانتخابية للمترشحين الاثنين، لتتواصل فترة الصمت لغاية غلق آخر مكتب اقتراع غدا، ويمنع خلالها منعا باتا على المترشحين ممارسة أي نشاط أو القيام بتظاهرات أو توزيع مناشير، كما تحجر خلال فترة الصمت الانتخابي جميع أشكال الدعاية والتغطية الإعلامية للمترشحين حتى إغلاق مكاتب الاقتراع، استنادا للقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري. إذن غدا يتوجه التونسيون إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وتفتح مكاتب الاقتراع أبوابها في الجولة الثانية من الانتخابات أمام ما يزيد عن 7 ملايين مسجل في السجل الانتخابي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مشهد انتخابي رئاسي ترسم ملامحه الأخيرة في تونس عندما يتوجه الناخب مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد. مراكز الاقتراع ومكاتبها تفتح من جديد أمام ما يزيد عن 7 ملايين مسجل في السجل الانتخابي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ستمر بعدها تونس الباحثة عن تمتين مكتسباتها الديمقراطية، تمر إلى فصل جديد من تاريخها قد تكون الريادة فيه إلى هذا المترشح أو ذاك، لكن النصر الحقيقي سيكون لشعب اقتلع حقه في تقرير مصيره وأسمع كلمته عبر صناديق الاقتراع. خطوة أخيرة إذن تفصل ساكن قرطاج الجديد عن سدة الحكم في البلاد بعد سباق محموم من دورتين وقف على خط انطلاقه 26 مترشحا اختلفت رؤاهم للحكم وآليات تسييره وتباينت برامجهم ووعودهم لتفصل فيما بينهم أكثر قواعد اللعبة السياسية ديمقراطية، وترجح كفة اثنين منهما، تقدم الأول رافعا راية المستقل والثاني استند إلى دعم حزبي من أجل بلوغ هذا الدور المتقدم. والآن دقت ساعة الحسم عبر الحبر والصندوق بعد حملة انتخابية أصاب الفتور جل ردهاتها، وطغى على المشهد السياسي خلالها الحديث حول السياق التشريعي ومآلاته تحت قبة البرلمان، ليكون الختام بمناظرة تلفزيونية للمتأهلين إلى الدور الثاني للإقناع والبحث عن الجدارة في هذا الامتحان السياسي الهام الذي تعطي معه تونس مرة أخرى وبعيدا عن محصلته درسا في سلاسة تسليم الحكم وتنصيب الحكام. في الأثناء تتم عملية توزيع المواد الانتخابية في مراكز الاقتراع بكل جهة البلاد. كاميرا الأخبار كانت حاضرة في توزر. في ولاية توزر انتهت عملية توزيع صناديق الاقتراع للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بكافة المراكز الانتخابية تحت إشراف المؤسستين العسكرية والأمنية والهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر، والتي توزعت على 45 مركزا للاقتراع. بالنسبة للدورة الرئاسية الثانية الانتخابات الرئاسية إن شاء الله بستنعقد غدوة 13 أكتوبر، قمنا وانتهينا الآن من توزيع الصناديق الانتخابية على كافة مكاتب الاقتراع للدائرة الانتخابية بتوزر، والجيش كان مشكور ومتواجد والأمن كذلك برفقة، وكنتم متواجدين أنتم معنا في القاعة المركزية أو المخزن المركزي للهيئة الفرعية. العملية صارت بسلاسة والحمد لله.
كما أوضح رئيس الهيئة الفرعية بيتوزر أنه لم تسجل أي خروقات أثناء الحملة الانتخابية وبداية الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية. ومن المنتظر أن يتحول قرابة 75 ألف ناخب وناخبة بولاية توزر موزعين على 152 مكتب اقتراع بكافة معتمديات الجهة. وخلال ندوة صحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قدمت الهيئة آخر نسب مشاركة التونسيين في الخارج بالنسبة لليوم الثاني من الاقتراع. شهدت نسبة الإقبال على الاقتراع في يومها الثاني للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالنسبة للتونسيين في الخارج ارتفاعا ناهزت 9.3% لتتجاوز النسب المسجلة خلال اليوم الثاني من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في الخارج. للهيئة الفرعية العالم العربي وباقي دول العالم، نسبة الإقبال إلى حد التوقيت المذكور هي 19.9%. في إيطاليا 4%، فرنسا 2.7%، فرنسا 1.11%، الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية 8.1%، وألمانيا 7.9%، مما يجعل أن نسبة الإقبال الجملية إلى حدود التوقيت المذكور اللي هو 4 مساء هو 9.3%، بعدد جملي للناخبين يبلغ 35.820 ناخب. وبخصوص الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، فمن المنتظر أن يتم الإعلان عنها بين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. تعرفوا أن القانون يعطينا 3 أيام للإعلان عن النتائج، لكن مؤكد أنه سنعلن عليها قبل 3 أيام، قد يكون إما يوم الاثنين إن أمكننا ذلك، أو نهار الثلاثاء، لأن عمليات التجميع والفرز في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية تكون أسهل وأيسر، وبالتالي تنجم تكون عندنا نتائج في أقرب وقت. كما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون خلال الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن آخر نسب الإقبال على الاقتراع في الخارج، على أن الهيئة على أتم الاستعداد للاقتراع في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، وبوصول جميع المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع والتي ستفتح غدا على الساعة 8 ما عدا المكاتب التي لديها توقيت استثنائي. وتتواصل لليوم الثاني على التوالي خارج حدود الوطن في مختلف الدوائر الانتخابية عملية الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. لليوم الثاني على التوالي يواصل الناخبون التونسيون بالخارج عملية التصويت لاختيار رئيس جديد لتونس. ففي الجزائر توجه التونسيون المقيمون هناك لأداء واجبهم الوطني. اليوم جينا أنا والعائلة قوموا بواجبنا الانتخابي وحقنا الانتخابي، وإن شاء الله يصلح البلاد والعباد، وإن شاء الله اللي نشوفوه هنا في تونس نشوفوه في كامل الدول العربية، وبالتوفيق لتونس والجزائر إن شاء الله. واجب الانتخابي متاعنا إن شاء الله نكون وفقنا في اختيار رئيس يكون كفء ومؤهل، يحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ويقضي على الفساد، ويخلق مواطن شغل للشباب إن شاء الله، وتحية تونس. إن شاء الله ربي يصلح بلداننا، وإن شاء الله اللي انتخبناه يكون قد الثقة اللي عطيناه له. والله ربي يوفق تونس في انها تختار الرئيس اللي ينهض بها ويوصلها لبر الامان. وفي المغرب توجه الناخبون لممارسة حقهم الانتخابي. نتمنوا من الله اللي منهبوا للرئيس المنتخب الجديد اللي هو منهبوا فما ملفات كثيرة، ملفات مثلا يحاول منهبوا باش يخدمها كما يلفوا باش البلاد تقدم شيء. وننتظر انه التونسيين يقوموا بواجبهم في ما تبقى من هذا اليوم وفي اليومين الباقيين للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية حتى للتونسيين خارج حدود الوطن. كما توجه الناخبون في البحرين ومالطا والرياض إلى صناديق الاقتراع لحسم أمرهم واختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد. وفي فرنسا أيضا توجه الناخبون لأداء واجبهم الوطني واختيار رئيس جديد للجمهورية.
ماراثون الطريق إلى قرطاج يحتدم ومفاتيح الرئاسة في أيادي الناخبين. 200,000 تونسي مسجل في القوائم الانتخابية بفرنسا مدعوون للإدلاء بأصواتهم وللمشاركة في هذا الاستحقاق المدني الذي بدأ يوم أمس ويستمر لغاية مساء يوم الأحد. عملية الاقتراع قاعدة تتم على ما يرام، فتحنا مكتب الاقتراع على الساعة 8 صباحا، دونك قاعدين نلاحظوا اللي فما إقبال على العملية الانتخابية أحسن من اللي كانت الجمعة اللي فاتت. العملية الانتخابية قاعدة تتم بحضور ممثلين مترشحين ومراقبين. هذه العملية تتم وسط أجواء طبيعية وهادئة بوجود مراقبين وممثلي المرشحين الذين يسجلون المخالفات ويحررون التقارير لإرسالها للهيئة للنظر فيها. قاعدين يصيروا على حسب ما يرام، فما إقبال خير من الجمعة اللي فاتت خيمة الانتخابات التشريعية. عادة ما تكون نسب الإقبال في يوم الجمعة ضعيفة كونه يوم عمل عادي، إلا أن هذه النسب تتحسن تدريجيا خلال يومي السبت والأحد وخاصة يوم الأحد باعتباره يوم الانتخاب الرئيسي في تونس. بعد الثورة مهمة ياسر أنه الشباب ينجم ينتخب ويعطي صوته ويشارك معناتها في الحياة السياسية. ممكن الحقيقة من 2011 ما فلت حتى مبادرة متاع انتخاب، وحتى كان يقولون جمعة جاي إجا ونتخبوا نجي ننتخبوا صبع ديما ما عادش نحطوا في الأحبار. انتخاب حق وواجب على كل تونسي، يلزم ينتخب يعني باش يعطي معنوية البلاد، لأن تونس في مسار ديمقراطي صحيح باش تقدم البلاد ونشوف واحد يخدم البلاد ويمشيها الأحسن. الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تأمل أن تتجاوز نسب المشاركة الإجمالية في فرنسا يوم الأحد 40%. التونسيون هنا في فرنسا مع كلمة الصندوق ومع أمل أن يكون رئيس تونس الجديد رئيسا جامعا لكل التونسيين بما في ذلك تونسيو المهجر كونهم جزءا لا يتجزأ من تونس. سيرين العماري للتلفزة الوطنية التونسية باريس. وفي انتظار يوم الغد يوم الاقتراع للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، للتونسيين رأي في المرحلة القادمة بعد هذا الاستحقاق الانتخابي. مرحلة جديدة ستعيشها تونس بعد اختيار ساكن جديد لقصر قرطاج. رئيس جمهورية جديد يأمل التونسيون أن يكون في مستوى انتظاراتهم. احنا نحب رئيس جمهورية رئيس كل التونسيين يلم كل الأطراف. دو برنامج عارف روحو شو يعمل، يختار المجموعة اللي باش تخدم معاه. يكون كفء ويكون عنده كاريزما وكيف يقول باش نعمل لازمو يعمل. راجل صاحب ثقة فهمتني ويحترم القانون وعادل ويعطي فهمتني حقوق نتاع الناس والحريات. ينهض بتونس بقطاع الصحة، قطاع التعليم، البطالة، الطرقات. هنا شوية بتونس بنظافتها واليوم ما نتقدموا شوية كلغوب. يهتم بالمجال التربوي والمجال خاصة الاجتماعي العباد اللي مطيشة لبرا، فهم عباد لازمهم مساكن. أتمنى يكون هو استوعب الدرس وعرف الشعب التونسي مليح وعرف شنو هو يحب الشعب التونسي بالضبط. دعوات متكررة جاءت على لسان بعض التونسيين تحث الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع. أي واحد شباب وإلا معناتها كبار نقول لهم أمشي وانتخبوا. عيد صوت ديما النتيجة تتغير. إذا كان كل واحد باش يقعد في تركينه ويقعد ينبر ما نعملوا حتى شيء. حتى ولكن باش تخسر شويه وقت وباش تمشي وباش تاخذ معناها المواصلات ولا باش تتعب شويه ما يسالش، اتعب على خاطر بلادك واتعب على خاطر ولدك اللي طالع. صوتك وصوت الناس الكل باش يحدد مصير الفتره القادمه على الاقل. اللي يحب تونس يلزمه يخرج ينخب. وفي انتظار ما ستفرزه الصناديق يبقى على ساكن قرطاج الجديد ان يثبت صدق شعاراته. هذا وقد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدروس اليوم لتمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة للقيام بواجبهم الانتخابي. قرروا نتعرف على تفاعل بعض الطلبة معه في هذا الروبرتاج. الوجهات مختلفة ولكن الهدف واحد، العودة إلى الديار للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، خاصة بعد أن قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليق دروس يوم السبت لتمكين الطلبة القاطنين بعيدا عن مكان الدراسة من ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي. الستوديون الكل يساعدهم أنهم زادونا نهار هذي نهار تسب باش نروحوا ننتخبوا. نسكن في بيجة نهار راح نمشي ننتخب على روحي ونجم نرجع على عشية وإلا نهار الاثنين الصباح.
بنزرت نجم نروح فاسيل ما ونرجع عادي. اللي نسكنوا في تونس معناتها مش اللي في الفوين نجموا ننتخبوا بيان سور، اما اللي نسكنوا بعاد ما نجموش يروحوا ما نجموش ينتخبوا. إجراءات إضافية لو تم اتخاذها لفائدة الطلبة لكانت كفيلة بتسهيل مهمتهم الانتخابية، يقول عدد من الطلبة. نهار الأحد يعني ما هما ينتخبوا، معناها هو النهار الانتخابي ينتخبوا فيه وما ينجمش يرجعوا في نهارتها، خاطر فما بد يوصلوا خمسة سوايع ستة سوايع باش يوصلوا لهنا يعني. ماذا بينا كان يزيدوا نهار الاثنين، على الأقل واحد هكا يلقى راحته، بحكم الواحد روح الويكند اللي فات. الظروف ما تسمحش ان الواحد يعاود يروح الجمعة هذه. ماذا بينا والله يا جماعه اللي ساكنين بعاد كما جرجيز جربه ما نجموش يروحوا لديارهم في نهارين وثلاثه، يعملوا لهم مكتب اقتراع بحض الفاك ولا يسهلوا لهم طريقه الانتخاب. ورغم الصعوبات بمستوياتها المتعدده فهناك وعي باهميه المشاركه في الانتخابات، يقول عدد ممن التقينا بهم. ما تفهمش بالحق حاجات مش مفهومه، ما تفهمش شنو الديسيزيون اللي تاخوها معناها اكزاكتومون شنو. الشباب يمثل شريحه كبيره من المجتمع والصوت نتاعو باش يغير، وندعو الشباب الكل بالحق والطلبه الكل واللي اي شاب مثلا 18 سنه فما فوق انه يمشي ينتخب ويمارس حقه واللي يمارس واجبه اللي هو الانتخاب حقه وواجب نعاودها. وحتى عطاونا نهار ولا ما عطاوناش، دونك لازمنا نمشي دو توت لي فاسون كها. وتستأنف الدروس بالمؤسسات الجامعيه يوم الاثنين القادم. المناظرة التلفزية ليلة البارحة بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي استقطبت 4.5 مليون مشاهد على القناة الوطنية الأولى كانت فرصة لبعض الناخبين لتحديد مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية. المناظرة التي جمعت المترشحين للدور الثاني كانت فرصة لبعض الناخبين لتحديد مرشحهم للرئاسة. بعض المواطنين أكدوا أن المناظرة ساعدتهم على توضيح عديد النقاط التي كانت مبهمة. أنا المفروض أن الشعب تعاون المناظرة ذي باش يعرف شكون يخطأ. أكيد المناظرة ذي تساعد المواطن التونسي باش يحاول يعني ياخذ فكرة على كل كانديدا، ونتصور تنجم تخليه من بعد يقرر. بعض المواطنين كان رأيهم مخالف، معتبرين أن المناظرة كانت بها عديد النقائص التي جعلت المواطن لا يعي جيدا برنامج كل مترشح. مسألة ما توجدتش اللي هي موضوع البي اف تي، شكون باش يخلص 3000 مليار وطريقة خلاصهم وشكون المسؤول الأول؟ هذه حاجة. ثانيا ما حكيوش على مكافحة الفساد اللي هو أصبح من العبث في الحديث عن النمو والتنمية والحال الفساد مستشري في مفاصل الدولة. إنه كان بالمناظرات اللي صارت في فرنسا اللي كنا نتبعوها في الأيام اللي ما كانتش عندنا هذه المناظرات، ونشوف أنهم ما تفاعلوش برشا مع بعضهم. أنا المناظرات اللي تفرجت عليها في أمريكا وفرنسا فما تفاعل ما بين الزوز مترشحين. المناظرة التي جمعت المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية يرى البعض أنها ساعدتهم في اختيار لمن سيصوتون، فيما يرى البعض الآخر أن المناظرة كانت تنقصها الأسئلة المباشرة التي تهم حياة المواطن اليومية لتحديد مرشحهم. قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين عبد اللطيف حمام كاتبا عاما للحكومة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وجاء تعيين عبد اللطيف حمام كاتبا عاما للحكومة خلفا لرياض الموخر الذي تم تعيينه في 18 نوفمبر 2018. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني إن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لضمان حق أبناء المؤسسة الأمنية من الشهداء والجرحى الذين لم يتم إدراجهم في القائمة الأولية للشهداء والجرحى التي نشرتها مؤخرا الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على موقعها الرسمي. وأوضح الحيوني أن وزارة الداخلية وحال حصولها على القائمة التي لم تتضمن أسماء أبنائها من الشهداء والجرحى سارعت بتوجيه طلب إلى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بصفته رئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها لعقد جلسة عاجلة في الغرض مع وفد من الوزارة بهدف تلافي النقص الحاصل. بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي وافق 5 أكتوبر، بادرت بلدية أريانا إلى تكريم ثلة من رجال التربية والتعليم ممن تمت إحالتهم على شرف المهنة اعترافا بدورهم في تنشئة الأجيال.
يصنعون الأجيال وبعطائهم تبني الأمم مستقبلها هم المعلمون والمدرسون. لنبل رسالتهم استحقوا الاحتفاء بهم في اليوم العالمي للمدرس. في هذا الإطار بادرت بلدية أريانا إلى تكريم ثلة من رجال التربية ممن أحيلوا على شرف المهنة اعترافا بعطائهم. لمسة وفاء، لمسة عرفان بالجميل لرجل التربية بعد 35 سنة من العمل. فيهم 28 سنة كمدير، واليوم أغادر المهنة وأنا سعيد بما قدمته، فخور بما بنيت. المدرس بالذات يزمه يكرم لأنه هو صانع الأجيال وهو صانع المستقبل. 19 مدرس وكذلك مدير معاهد اللي هم أحيلوا على شرف المهنة، واللي رأت البلدية أريانا وأن تكرمهم حتى بجوائز معناتها تذكارية اللي تعطي قيمة في نهاية الأمر رمزية، واللي تعطي قيمة فعلا لما بذلوه من المجهود. مسيرة طويلة زاخرة بالجهد والتفاني في العمل لإنارة العقول، مسيرة لا تخلو من فخر واعتزاز حين تنتج ثمارا هي أجيال تأخذ المشعل وتساهم في بناء الوطن. 36 سنة عديتها من متلوي القطار في قفصة، الحي السيد أحمد زروق، حي الشباب، يعني كانت علاقات مع تلامذة مع الأولياء مع الزملاء. الحمد لله هي علاقة إنسانية، الحمد لله عنا أجيال وأجيال تبارك الله تخرجت ونشوف فيهم ونتلقاو معاهم. خممنا قلنا لازمنا نكرم المدرس اللي تعب وكبر أجيال على يديه، نعرفوا للمحامي والوزير والصحافي والطبيب الكلهم كبروا على يديهم كالمعلم، قد ما نعملوا ما نجموش نكفيه هالمجهود اللي قام به المدرس. المربي والمعلم والمدرس توصيفات عدة لشخص واحد، تبدأ صناعة مستقبل الأمم تبدأ من عنده. يترأس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي الوفد التونسي المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي خصصت لمناقشة التدخل التركي شمال شرق سوريا. ودعا الجناوي إلى الوقف الفوري لهذا التدخل العسكري باعتباره انتهاكا واضحا لسيادة سوريا واستقلالها. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها. كما أدان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم والذي تترأس بلاده الجلسة الحالية للجامعة العربية أدان الهجوم التركي على سوريا، وذلك خلال اجتماع طارئ للجامعة بدعوة من مصر. وقال إن الهجوم يعد تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ويزيد من معاناة الشعب السوري. وطالب الوزير العراقي ونظيره اللبناني الجامعة بإعادة عضوية سوريا فيها. من جهته أدان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي الهجوم التركي وطالب بخروج تركيا وقواتها وكل القوات الأجنبية التي استباحت هذا البلد العربي والدفع نحو إنجاح الحل السياسي. وزير الشؤون الخارجية خميس الجناوي الذي ترأس الوفد التونسي المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية لمناقشة التدخل العسكري التركي على شمال شرق سوريا، دعا من جهته إلى الوقف الفوري لهذا التدخل العسكري باعتباره انتهاكا واضحا لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. وجدد الجناوي حرص تونس انطلاقا من رئاستها للقمة العربية على تعزيز الجهود العربية من أجل تجنيب سوريا المزيد من التصعيد والاقتتال، وعلى أهمية الاضطلاع بدور عربي فاعل لإسناد المساعي الدولية والتعجيل بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة بما تمكن سوريا من استعادة مكانها الطبيعي في منظومة العمل العربي المشترك. وأضاف الجناوي أن عضوية تونس في مجلس الأمن في بداية السنة المقبلة سيمكن تونس من الدفاع عن القضايا العربية العادلة والمساهمة في دفع مسارات التسوية السلمية للنزاعات في المنطقة بما في ذلك سوريا، تعزيزا لأسباب الأمن والسلم الدوليين. اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية جاء مع استمرار العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ضد الأكراد والذي بدأت منذ الأربعاء الماضي.
صنفت المحادثات بين مفاوضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل اليوم، إذ شرع الجانبان في جولة من الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد أخبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي سفراء الاتحاد الأوروبي أنه تم تلقي تطمينات كافية من المملكة المتحدة لتحويل المحادثات التقنية الحالية إلى مفاوضات كاملة ستستمر إلى يوم الغد. في أخبار الرياضة، حسم التعادل السلبي دون أهداف المباراة الودية التي جمعت عشية اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره الكاميروني بالملعب الأولمبي برادس، وتوفرت فرص عديدة للعناصر الوطنية للتسجيل دون أن تنجح في هز الشباك الكاميرونية، خاصة عبر طه ياسين الخنيسي الذي أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 58. تمكن الثنائي التونسي المتكون من نور الهدى الطيب وخديجة الكريمي من التأهل أولمبياد طوكيو في رياضة التجديف إثر إحراز المركز الأول في سباق الزوج كبريات الممتد على مسافة 2000 متر ضمن منافسات التصفية الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية التي أقيمت بالمجرى الدولي بالبحيرة. فرحان برشا اللي عنا زوج بنيات في الدوبل سكول ترشحوا للألعاب الأوروبية 2020، فرحان برشا بكل تنتظر ترشح تاعهم خاطر فهم الجزائريين قويين، لكن الحمد لله عندهم قليب وربحوهم. العباد الكل كانت ممنا بينا اليوم ونحن ما خذلناهمش ولعبناها للآخر، خاطر التيكي هذيا التذكرة هذيا لطوكيو 2020 تاعنا نحن نتاع حتى حد آخر. إن شاء الله يجي خير، إن شاء الله نزيدوا نرفعوا راي تونس فوق، ونشكر كل واحد وقف معنا، كل واحد أمن بينا. افتتحت مساء أمس في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة أيام قرطاج الموسيقية في دورتها السادسة، وتتواصل فعاليات هذه الدورة إلى غاية 18 من أكتوبر الحالي، وستشهد تقديم عروض متنوعة لأكثر من 30 فرقة موسيقية من 14 بلداً. رحلة بين موسيقى الأفلام التصويرية والموسيقى الكلاسيكية تحملك عبر أجنحة الإبداع الموسيقي. مختارات موسيقية أثثت العرض الفني للمؤلف والموزع أمين بوحافة بصحبة الأوركسترا السيمفوني التونسي في سهرة افتتاح الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية. أمين بوحافة من برشا الناس تعرفه، معناتها هو مؤلف خذا عديد الجوائز وعيش دو الوقت الحاضر معناتها في مصر، معناتها عمل الموسيقى عديد من موسيقات الأفلام وترافقوه كل من أسمى بن أحمد وراقية ناصر. دورة استثنائية بكل المقاييس وفق تأكيد مدير المهرجان، حيث ستخصص أيام قرطاج الموسيقية للمرة الأولى مسابقة للمالوف. في عرض في المسابقة الرسمية منهم 9 فرق تونسية و4 أجنبية من فلسطين، كامرون، مغرب وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى العروض في شارع حبيب بورقيبة من 14 ل 17، أيضا بالإضافة إلى جي ام سي مالوف اللي باش تكون في قصر نجمة الزهرة، وايضا عرض في الكاتدراليه في شارع حبيب بورقيبه. يعني تغييرات في مستوى، يعني برامج في مستوى طبيعه المشاركه، يعني وخاصه الدول المشاركه فيها جوانب كذلك يعني مجدده في مستوى اهميه القطاع الموسيقي وتفتحه للتجارب الشبابيه. رغم تاخر انطلاق سهره الافتتاح، اصر الجمهور على متابعه العرض الموسيقي للاستمتاع بالحان متميزه. وان شاء الله يكون المهرجان هذا يشتغل على عام كامل، ما يكونش حكر على فتره زمنيه معينه، وبها هي وبالموسيقى نحتفلوا بالبعد الشبابي اللي في ايام قرطاج الموسيقي. مانيش برشا زملاء من الفنانين كانوا حاضرين، اما لكن مهرجان ممتاز وينجم يعطي دعم للفنان التونسي وخاصه الشبان. وفي لمسه وفاه، كرمت هيئه المهرجان قامات موسيقيه تونسيه وعربيه تركت رصيدا فنيا ثريا، من بينها الفنانه الراحله منيره حمدي والمخرج السينمائي والتلفزي شوقي الماجري. وفي الختام اليكم تذكيرا بالعناوين. مع توصل عملية التصويت في الخارج، التونسيون في الداخل يتوجهون غدا إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد.
القوات الأمنية والعسكرية تنقل المواد الانتخابية، والهيئة تؤكد استكمال جميع الاستعدادات لتأمين الاستحقاق الانتخابي. تونس تدعو إلى الوقف الفوري للتدخل العسكري التركي في سوريا، وجامعة الدول العربية تؤكد أن العملية غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.